هن أمهات لبنانيات متزوجات من أجنبي أو فلسطيني ويطالبن بمنح الجنسية لأبنائهن. غادة حنون متزوجة من سوري، أولادها الثلاثة ولدوا وتربوا في لبنان وهم اليوم يعانون من صعوبات عدة، من أهمها إيجاد فرصة عمل ملائمة. بتمنى من الدولة تعطيني لأولادي لبناني عشان أحفادي الجايين يكونوا لبنانية، لأولاد أولاد أولادي. نحن عم مثل ما الرجال بجنس زوجته، نحن من حقنا الجنسية، وإلا ممنوع الرجال يجنس. وتعاني آلاف الأمهات اللبنانيات من المشكلة نفسها، ورغم حصول أبنائهن على بعض الامتيازات الاجتماعية كالإقامة والتعليم والطبابة، فهي تبقى بنظرهن حقوق غير كافية بغياب حق منح الجنسية. أنا كثير عم بيعانوا أولادي، يعني مدارس بيعانوا، عندي شيء ولد متجوز عنده طفلة عم بيعاني مع طفلته، واحد بيشتغل ما في شغل. أنا أم لبنانية ومن قبل لبناني من أم لبنانية، وما قادر أعمل شيء لأولادي، حقهم ضايع، عيشتهم ضايعة. بس يكبروا في محامين، في دكاترة متعلمين، هلأ روحي شوفيهم يا بيشتغلوا على تاكسي بالمخفي لأنه ما بحق لهم. لا يمر شهر من غير اعتصام أو تظاهرة للأمهات اللبنانيات اللواتي تعهدن بمواصلة التحرك بهدف الضغط على البرلمان لتعديل قانون الجنسية والحصول على حقوقهن أسوة بالنساء في عدد من الدول العربية. لسنوات طويلة تناضل المرأة اللبنانية من أجل حق منح الجنسية لأطفالها، وقد حصلت مراراً على وعود من المشرعين بتعديل قانون الجنسية، غير أن قضية توطين الفلسطينيين تعود دائماً إلى الواجهة لتعرقل مساعي التوصل إلى حل. لاريسا عون، سكاي نيوز عربية، بيروت.